مساء الخير سعاد وخالد، كنت أفكر في موضوع جديد يهمنا كمجتمع وهو ضرب الوالدين، ما رأيكما في هذا؟ مساء الخير أحمد. ضرب الوالدين موضوع حساس جدا. أنا أعتقد أنه ينتهك كل القيم الإنسانية والدينية. كيف يمكن لأحد أن يؤذي من رباه وعاناه طول حياته؟ أوافقك الرأي سعاد، ضرب الوالدين ليس فقط عملا غير أخلاقي، بل هو جريمة في حق الإنسانية. الوالدان هما أكبر نعمة في الحياة، ويجب أن يكرما ويحترما. صحيح، كما أن ضرب الوالدين قد يؤدي إلى تفكك الأسرة وانهيار العلاقات بين الأفراد. إذا فقدت الثقة والمحبة في الأسرة، فكيف يمكن أن نبني مجتمعاً قوياً؟ وبالنسبة للأسباب، ما الذي يمكن أن يجعل شخصاً يصل إلى هذا الحد؟ هل هي الضغوط النفسية أم تربية غير سليمة؟ الضغوط النفسية قد تكون أحد الأسباب، ولكن هذا لا يبرر أبداً سلوك ضرب الوالدين. كما أن التربية غير السليمة قد تجعل الأطفال ينشأون دون احترام كاف للكبار. نعم، ويجب أن نركز على تعليم الأطفال قيم الاحترام والبر بالوالدين منذ الصغر. كل شخص يتعلم من صغره كيف يتعامل مع الوالدين. لكن أحياناً قد يكون هناك سوء تفاهم بين الجيلين، مما يسبب ضغوطاً تؤدي إلى صراعات. كيف يمكن تفادي هذا؟ يمكن تفادي هذا بالحوار والتفاهم. يجب أن يتفهم الوالدان احتياجات أبنائهم، ويجب أن يتعلم الأبناء كيف يعبرون عن أفكارهم ومشاعرهم بطريقة محترمة. التفاهم والتواصل السليم هما أساس بناء علاقة صحيحة بين الجيلين، كما أن الدين يلعب دوراً هاماً في غرس قيم الاحترام والبر بالوالدين. أتفق معكما، لكن هل ترون أن هناك دوراً للمجتمع في مكافحة هذه الظاهرة؟ نعم، المجتمع يلعب دوراً كبيراً. يجب علينا توفير برامج توعوية للتنبيه إلى أهمية الاحترام للوالدين وتعليم الناس حقوق الوالدين. ويجب أيضاً تفعيل دور المدارس في تعليم الأطفال قيم الاحترام والتفاهم. لا يمكن أن نتجاهل تأثير التربية المبكرة على شخصية الفرد. بالفعل، يجب علينا أن نعمل جميعاً كمجتمع على تعزيز قيم الاحترام والبر بالوالدين في كل الجوانب. أتمنى أن نكون قد ناقشنا جوانب هذا الموضوع بشكل وافٍ. يجب علينا أن نحرص على التوعية ونشر القيم الإيجابية بين الناس. شكراً لكما على هذا النقاش. إلى اللقاء، وأتمنى أن نرى تغييراً إيجابياً في سلوك الناس تجاه والديهم. إلى اللقاء، وأتمنى أن نكون قد قدمنا إضافة تساهم في توعية الناس بأهمية الاحترام والبر بالوالدين. شكراً لكما، أحمد وسعاد. آمل أن نكون قد وضعنا خطوة في طريق التغيير. يجب علينا أن نستمر في النقاش والتوعية لحل هذه المسألة المهمة. نعم، لا يجب أن نتوقف عند هذا الحد. سنسعى جاهدين لنشر قيم الاحترام وحب الوالدين في كل مكان. إلى اللقاء، وأتمنى أن نتقابل قريباً لمواصلة هذه المسيرة. إلى اللقاء، أتمنى لكم التوفيق في كل ما تفعلانه. نحن جميعاً في هذه المسيرة معاً، وأرجو أن يكون لنا تأثير إيجابي على المجتمع. إلى اللقاء، ودعونا نبقى على تواصل لكل جهد يساهم في التغيير، لأننا نعلم أن التغيير الحقيقي يبدأ من الأفراد وينتشر في كل الأنحاء. إلى اللقاء، وشكراً لكما على هذا الحوار المثمر. أتمنى أن نكون قد وضعنا أسس فهم عميق لهذه القضية الهامة. إلى اللقاء، أحمد وخالد. أنا متأكدة أننا سنساهم في تغيير الواقع إذا واصلنا نشر الوعي والقيم الإيجابية. نعم، سعاد. أرى أن المجتمع بحاجة إلى أصوات مثل أصواتنا لمحاربة ظواهر سلبية كضرب الوالدين. علينا أن نكون مثلاً يحتذى به في الاحترام والبر. بالتأكيد، ويجب أن لا ننسى أن كل فرد يمكنه أن يحدث فرقاً.
فنعمل جميعا لصنع بيئة تكريمية تحترم الأبناء والآباء على حد سواء. أشارككما هذه الرؤية، معا يمكننا أن نقاوم الظلم وننشر الحب والاحترام، فنسعى إلى هذا الهدف يدا بيد. إلى اللقاء أحمد وسعاد، لنتذكر أن الواقع يتغير بالقدوة والتحلي بالقيم الإيجابية، دعونا نسعى إلى تحقيق تغيير يفخر به الجميع. إلى اللقاء، وأتمنى لكما كل التوفيق في جهودكما، سنتابع مسيرتنا، وأملي أن نرى نتائج مبشرة تساهم في بناء مجتمع أفضل.